بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولله الحلقة دون وحن قادم دوننا نبي الله نوح عليه السلام وحن كسو جرني برنامج كي قصص كي أنبياء أما وحويان يعني وررك دنبال سيدياشة وأنبياء دي إلهي سبحانه وتعالى رسوش إلهي وصدري وررك وذي أين كجرني وحن قادم دوننا حلقة دون نبي نوح عليه السلام. نبي الله نوح ونبي أبوه الرئي الرسول نمو إلهي سبحانه وتعالى وكصدره سوى الرسول إلهي سبحانه وتعالى وصدره رسول إلهي سبحانه وتعالى وصدره قارنا وأنبيه قارنا والرسول فرق وكل الدحية والأسكوخ الخلافة كل فرق وكل الدحية لكن علماء رحمة الله عليهم حيث أبدايهين النبي ويهي عيد إلهي سبحانه وتعالى وصدره ضد مؤمنين سيد النبي آدم عليه السلام ضد مؤمنين أي الله صدره وإلهي سبحانه وتعالى رميسا لكن نبي نوح وحل الله صدره يسوى مرها دور رسول الله يسوى حل الله صدره تد قال مركا عد قال الله صدره الرسول بنغنية نبي قنا وحل الله صدره وحويان وحل الله صدره مثلا يعني عد مؤمنين أو إلهي سبحانه وتعالى رميسا مركا نبي نوح وحل الله صدره تد قال مركا هو أول رسول رسول كي وهري إلهي سبحانه وتعالى وصدره نبي نوح عليه السلام يا نبي آدم يعني جهريد نبي آدم يدلشاد نبي نوح والوضو حيد هذا نوح أول حيسي تقريبا يعني بقول يكون تنصنا بقول يليح أفرت تنصنا ابن جرير الطبري أوكله وحوت الماما بقول يليح أفرت تنصنا أيه أول حيسي النبي الله نوح عليه السلام قصة ديسة إلهي سبحانه وتعالى صور فربضا يا إلهي سبحانه وتعالى وكذا شكي قصة ديسة تلكي سوحة وكلا كل مي عذابك إلهي سبحانه وتعالى وكسود شيء تلكي سمركي أي وحويان إلهي سبحانه وتعالى أي بينيين سيدي إلهي سبحانه وتعالى أوبد بادي دونت إلهي سبحانه وتعالى وصاري دونت مركي دمبه طوفانك أرلاض أردن وحوي وذا قرقي دونت هلكي مركي دمبه استاكتي كل هذا قرانك إلهي سبحانه وتعالى وكذا ورمى سورة الأعراف يونس هود سورة الأنبياء المؤمنون الشعراء العنكبوت الصافات اقتربت سورة نوح وسورة كامل ومقعي النبي وحويان سيدته إلهي سبحانه وتعالى وكسود جيه طبعا كان صورة ذات إلهي سبحانه وتعالى وحكا ورمى قصد نبي نوح نبي نوح قصدي سإلهي وكعل عليه سبحانه وتعالى وايو يعني قصص كفوائد إلهي سبحانه وتعالى قرآن كأوشا يقول حكم إذا إن قلبك النبي محمد عليه الصلاة والسلام لصقه مركا تثبيت كقلبك النبي قال لصقه مركز قومك يطلق النبي قال لصقه دري أي بينيان مركز تو النبي أي كجالوبان مركز تو النبي أي أمرديد أي كليما دان ومركز تو النبي عليه الصلاة والسلام قصدا سأي سيء أنفعيسه وينبي محمد عليه الصلاة والسلام تركي سو حكلا كل ما يدباته وحكلا كل ما يعني وحويان بينين وحكلا كل ما يتقال وحكلا كل ما يدباته دان ولأجل هذا إلهي سبحانه وتعالى مركو كصور من قصوين كان بيضر دان إلهي محوري وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك وحنقصه هنا قلبك هذا بركه قلبك هنا محمد الرسول عليه السلام قصوين كأنبياء الله سبحانه وتعالى وكور رميه أحبة الكرام وحط صورة سنكرتان ما أنت أرض ير وما أنت شامع الدنيا ما أنت إنه قالوا شامع هذا صديق أنا وهرأ أن أم قال وحور سنية شامع هذا يا كبحي شامع هذا يا دكتي محله دكتا شامع هذا معلمين تيدوا أيه أرض إذا كبح دوا أيه كذلك الأنبياء نبي محمد عليه الصلاة والسلام ركما أنت وحوي الله صبر سين أيه الله شيء الله شرح يا نبي لماذا وإن الله شيء قصوين كي تطكي كبحي وحوي مدرسة دا مدرسة النبوة تطكي وحوي يعني أنبياء إلهي سبحانه وتعالى وسيه تطكي لباتوين كصومري إلهي سبحانه وتعالى وكقاضي تطكي وحويان أقوام تأنت الله صدر يتلكوا وحويان أي بينيين تبنا إلهي سبحانه وتعالى مركز عقابي النبي جينا إلهي سبحانه وتعالى عاقبه أوي علي قصوين كنوع سوح النبي أنفعي عليه الصلاة والسلام أحبة الكرام نبي الله نوح عليه السلام إلهي وحي أصدر أرلاذا مركي تطكوا أي عابدين أصنامت مركي تطكي أي قالوبين وتطكي وهري أي قالوبة وحيان قوم نوح تتكي انت انه الى يصدر نوح عليه الصلاه والسلام عليه السلام تتكي قالوا بي وحي اهين تتكي وهري كقالوا ارلده ودنبا الله سبحانه وتعالى وحا اصدر رحمه للعباد نحريس ونحرسنا يوه نبي نوح الله سبحانه وتعالى اصدر اول رسول الى يصدر ايوها وحا اجيبه يعني وحي ديدين او اي ليابين ان الله سبحانه وتعالى اصدره رسول بشر او صعنيا والنفلة ويجو كلاه وهذا الرسول اللي ولي وحيده مع أنهم يدعوا للقب إن يجو أي عبود شرين دجحن أو أي أورن شرين إلهي ودجحن أن عبودينه محيورن شرين وقالوا لا تذرن آلهتكم إلهي دين أكتجنا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وشن صنم أي عبود شرين شن شخصيون ونكسم بهن شن قفون ونكسم بهن مركي دنتين أي قبريهدو دي وحي كدلو سمايستين محي وحي أويلين علامات يا علامات يا صور رأي أسمايين مركا سا صور رضي إذا كحنتي أي أويلين بي عابدين مركا وحا أجيبه إني عابدين أو إلهيهدو دي أي كدكتان دقحن أي عابدان
aanay diideen in ilaahay subxaanahu watacaala uu u soo diro rasuul bashara maa naraaka ilaa basharan milana markay diidayeen nabi nuux calayhi salaatu wasalaam waxay ku idhahdeen waxaanu aragnaa inay tahay bashar annaga wax weeyaan nala mida axibati alkiraam walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala markii ay awthaanta dadku ay caabudeen waana awal mara oo taariikhda ummadda ama taariikhda bani aadamka ay dhacdo dadku inay caabudaan sanamyaal waa waxa weeyaan waxay ku dhacday qowm nuux waxyaalaha taa keenayna waxaa ka mid a dad weyn wanaagsan oo saalixiina oo xadkoodii la dhaafiyey dad weyn wanaagsan bay ahaayeen dad caabidiina ay ahaayeen dad ilaahay qirsan bay ahaayeen subxaana wa tacaala way dhinteen markay dhinteen bay dooneen in ay maamuusaan inay sharfaan in wax weeyaan xaqoodii la muujiyo markaas wax weeye taallooyin loo yeela markaasa wax weeyaan dhagxan la sameeyey oo magacyadoodii lagu qoray markaasa meelihii ay ku cibaadaysan jireen lasoo dhigay marka yacni waata ahlucilmiga qaar ay yidhahdeen alguluwu fi lafaadil min awsaci awdiyati albaatil sida alcalaamat almucallim raxmat ullahi calayh dadka afaadishay weyn wanaagsan in xadkoodii la dhaafiyo oo maamuuska ilaahay subxaana wa tacala u yeelay mid ka sarreeya la siiya waa min awsaci awdiyati albaatil togaga baatilka waa togaga ugu ballaadhan weeyaan yacni cibaadada in ilaahay subxana wa tacala ka sokow in la caabudo oo asnaam la caabudo waxaa sabab u ahayd waxa weye alguluw fi lafaadil dadka wan wanaagsan ee saalixiinta ah oo xadkoodii la dhaafiyey oo waxa weeyaan yacni maamuuskii iyo sharaftii xaqa ayuu lahaayeen la dhaafiyey oo laga badbadiyey oo taallooyin loo sameeyey oo qubuurtoodii wax laga dul sameeyey oo wax laga dul dhisay ayaa keentay waxa weeyaan in ilaahay subxaana wa tacala ka sokow waxweye la caabudo dadkii hore waxyaalaha sameeyey wax laga yaaba dad wanaagsan iyagu inay ahaayeen lakiin ubadkoodii ayaa shaytaankii wax weyaan uu duufsada walaalayaal ilaahay subxaana wa tacala markuu soo diray nabi nuux calayhi salaatu wasalaam yoolka ugu horreeya hadafka ugu horreeya ee dadka ugu baaqiyay wuxuu ahaa attawxiid ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلهي سبحانه وتعالى عابده طاغوت هو عدكست أول عابده إلهي كسو عليه سبحانه وتعالى كدير هذا وكفوا هذا أحبة الكرام توحيد كوحوها شيء أوغوه الرأي الرسول إلهي سبحانه وتعالى والله صوت رأي وحي هيد هدفك يا مشروع أوغوه الرأي النبي يا الرسول كو أمدي سأوغو باقي أوغو يريو أنبياء أردنا وحيكو سقنا كانوا على التوحيد توحيد بكو سقنا إسلام كوالا ليلا أينو هيسنو أي كودا سقنا أنبياء إسلام كأي دينة أينو هيسنو أي كودا سقنا دمانتود يعني مثل نبي الله نوح عليه السلام وحولي وأمرت أن أكون من المسلمين وحل إفري إن النقض مسلم إن كم من نقض مسلمين وايو دينة إسلام كو دينة الصح ذا ودينة إلهي سبحانه وتعالى أنبيض ودنب وحويا وغوض باقي إن الدين عند الله الإسلام دينة الصح ذا إلهي سبحانه وتعالى وكرر لدي يوم حيوة دينة إسلامك واتي وحويا لهيد بلقيس مركي سو إسلامتي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وحن لصو إسلامي سليمان بان لصو إسلامي وإسلام كأوها يستو سليمان أيان آمين سنهي لله رب العالمين الله يبان سبحانه وتعالى أنه ذهو قان سنة كذلك نبي الله إبراهيم وكيلها أسلمت لرب العالمين إلهي مركو كور أسلم قال أسلمت لرب العالمين إلهي بنا سبحانه وتعالى أنه كان سمع إلهي سبحانه وتعالى أنبياء ما أمر المرك أوه رئيسة تطك إن عبادوين كوحوية اللغة صحو صلاة طهارة وحا أوه الرسول شو لما ركما تقرأ كما تأخر ذو ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير إلهي سبحانه وتعالى كل عبود عدك لا عبودنا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره توحيدك إلهي كل عبودا عدك لا وحوي إلا عبودنا صنم الا عابدين عيد كلا وحوي الهي سبحانه وتعالى الله سمينا وحي هي شيء اوغو هري انبياد او دن وحوي انت كتر ليجين الهي سبحانه وتعالى دعوتي سوحوي ان ايغو هريسينيان او وحوي ددك ايغو باقيان توحيد كل عليال وعبوديته وادونمده صحده اي قفكو مركا او غرانيو انو ادون دبا او يحي الهي سبحانه وتعالى توحيد كل عليال وشيء الهي سبحانه وتعالى او ابوري جني انسبا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قفكو ولا عليال موحد كا إلهي سبحانه وتعالى كلي يليا وقف قرتي هدفكي يو ضنتي يو وحويان مشروعي الدون كان ويمي قف قرتي ويان وانا قف كفكري وانا شيء والله ليال هبون قف كستو الداعية وإلهي سبحانه وتعالى حقي ستطتك وقباقية إن حوق أصار يتركيزك وقليو توحيدك إن حوق صار توحيدك عبادة إلهي سبحانه وتعالى كلي لعبودي إلهي عدك لإنانا لعبودين الشركي أردن وحويلا لدك عالمه أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر يعني الشرك هي رابع النبي سيدا أولاد قالمي عليه الصلاة والسلام وها استوصني مضي إيو إن عملك صالح الله سمانيو إلهي عيد أنا هين سبحانه وتعالى الله سمانيو بل كي انتا قدرنا نحويك ورما ولا ليال سورة دا مثلا هذا سورة الفاتحة
oo ah suuradda ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nagu faraliyeelay salaad kasto aynu tukanno in wax way aynu ku tukanno ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku daray iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin iyyaka na'budu kaliga ayaanu caabudayna adiga un ayaanu caabudayna ilaahayow wa iyyaka nasta'iin adiga un ayaanu gargaar weydiisanayna aanu kaalmo weydiisanayna marka walaalayaal waa in wax weyn aynu ogaano mawduuca tawxiidku in yahay mawduuc aad iyo aad u culus shay aad iyo aad u muhiima shay ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada oo dhanba nebi kastaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay wixii ugu horreeyey ee wax weyaan uu dadka u sheegayey ee dadka ugu baaqiyey inuu yahay tawxiidku ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidka inoo saxo ana ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga mid dhigo dadkii tawxiidku u saxsanaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay ee mukhlasiinta ahaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u xushay tawxiidka iyo sunnadana ilaahay subxaanahu wa tacaala inugu dilo wallahu aclam wa sala allahu cala nabiyina muxamedin wa alihi wasalam